السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناة كربلاء الفضائية، أينما كنتم بكل خير. رافقونا في هذه الجولة الصباحية لبرنامج صباح كربلاء، وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم: ما هو الحديث المروي عن يعسوب الدين وورث علم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أثر في حياة الناس؟ ابقوا معنا. ما زلنا متواصلين وإياكم أحبتي في هذه الجولة الصباحية لبرنامج صباح كربلاء، لنستقبل المواساة والمشاركات من الطلبة والأساتذة في جامعة وارث الأنبياء. الآن نستقبل مشاركة من الدكتور صالح الخزرجي أستاذ اللغة العربية في جامعة وارث الأنبياء. السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة العظيمة، ألا وهي ذكرى جرح الإمام علي عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، يوم الضربة الكبرى عليكم السلام للإمام علي عليه السلام من ذاك المجرم عبد الرحمن بن ملجم. وقول أقاويل وأقوال الإمام علي عليه السلام كثيرة جدا، ربما لا تعد ولا تحصى، وبالمناسبة هي أيضا ليست كلها في كتاب نهج البلاغة، هناك أقوال وخطب غير موجودة في نهج البلاغة، ولكن منها كما أردت: الدهر يومان للإمام علي عليه السلام، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر. لو اعتبر الناس، كل الناس، بمثل هذه الكلمات من مسلمين وغير مسلمين لكانت الأحوال العامة أفضل مما هي عليه الآن. وللإمام علي عليه السلام عبر ومواعظ كيف وعظ مالك الأشتر عندما ذهب واليا إلى مصر وأعطى دستورا للملوك وللحكام كيف يجب أن يكونوا. وأختم بالقصة المعروفة دائما عندما جاءه أخوه عقيل وهو خليفة للمسلمين، وتعلمون بأن عقيلا لا يبصر، فأطفأ الشمعة التي كان يوقدها لحساب بيت مال المسلمين، فتعجب عقيل من ذلك، قال: أن هذه الشمعة اشتريتها من بيت مال المسلمين فيجب أن أبذلها على أموال المسلمين. ويقال أنه أوقد شمعة وأخرجها من جيبه لأنها من ماله الخاص لعلاقته الأخوية. أين الإمام من ما نراه اليوم في كل مكان من دون أن نخصص؟ عليهم أن يعتبروا، عليهم أن ينظروا إلى الآخرة، أن ينظروا إلى الله، إلى مصلحة الوطن. كفاهم عدم اهتمام بمصالح الوطن والاهتمام بأنفسهم. السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين وسيد الوصين الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو الحديث لأمير المؤمنين عليه السلام اللي أثر بحياتك وغير الكثير من حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحاديث الإمام علي عليه السلام كلها فيها العبرة والحكمة، ولكن الحديث الذي أثر فيه هو وصيته لعامله على مصر عندما قال له: الناس صفان، أما نظير لك في الخلق، أما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وطبعا هذه الوصية كتبت في المبنى الأمم المتحدة كدليل رئيسي على احتراف الإسلام بحقوق الإنسان. زين، فنظرة الإسلام إلى الإنسان باعتباره من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهو سيد المخلوقات، فالمفروض أن تكون المعاملة مع الإنسان بإنسانية، ولا نفرق بين إنسان وإنسان على أساس لونه أو دينه أو عرقه، بل يكون التفريق بينه على أساس سلوكه وتفاعله بالمجتمع. قال الإمام علي عليه السلام: شر عيوبنا اهتمامنا بعيوب الناس. طبعا مضمون هذا الحديث أنه نترك عيوب الناس ونهتم بأنفسنا نفس ما قال الإمام علي عليه السلام،
لأن يجيب لنا الشرور ويجيب لنا المآثم ووقع لنا مشاكل كثيرة.